النشرة الخامسة من قناة ليبيا، أهلا بكم. نستهلها بالعناوين. رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا يطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة. تسجيل 309 إصابات جديدة بكورونا وست حالات وفاة وعشر حالات شفاء. اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تشرع في الخطوات الأولى لإجراء الانتخابات. أهلا بكم. كشف رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا رئيس الأركان العام الفريق عبد الرازق الناظوري عن صرف 10 ملايين دينار ليبي منذ بداية أزمة كورونا. وطالب الناظوري في تصريح لقناتنا المواطنين بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية. هذا ودعا رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا المواطنين إلى ارتداء الكمامة بشكل مستمر. من جانبه دعا وزير الصحة في الحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب كافة البلديات واللجان الاستشارية الطبية، دعاهم إلى الالتزام بالإجراءات وضرورة عزل المدن وعدم التنقل إلى المدن المجاورة منعا لانتشار الفيروس إلا في الحالة الطارئة. في محاولة لإبطاء سرعة انتشار فيروس كورونا في البلاد وفي إطار الجهود المبذولة من وزارة الصحة بالحكومة الليبية، دعا وزير الصحة عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب كافة البلديات واللجان الاستشارية الطبية إلى ضرورة التقيد وتطبيق إجراءات عزل المدن وعدم التنقل إلى المدن المجاورة بأي صورة كانت إلى حين انحسار الفيروس إلا في الحالات الطارئة فقط. هذا وطالب عقوب كافة المواطنين الذين دخلوا عن طريق المنافذ البرية والجوية بالحجر الصحي المنزلي الإجباري بعد إجراء الاختبارات الطبية لأنهم يشكلون خطراً على عائلاتهم ومحيطهم. كما طالب جميع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وإلا فإن ليبيا سوف تواجه سيناريو هو الأسوأ في مواجهة كوفيد-19. وزير الصحة قال إن عودة الحياة إلى طبيعتها في الوقت الحالي سابقة لأوانها، مع تذكير منظمة الصحة العالمية الدول بأن مواجهة كورونا هي مسألة طويلة الأمد. دور كبير يقوم به كافة العاملين الصحيين بالمناطق والبلديات في دعم القطاع الطبي، أشاد به الوزير، مشيرا إلى أن الوعي سينقذ ليبيا من وباء فتاك وسيوقف فيروس كورونا عند حده مثل ما حدث في بعض البلدان الأخرى، مطمئنا الجميع بأن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمعدات والمستلزمات الوقائية وأجهزة التنفس الصناعي لمجابهة فيروس كورونا جيد. قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن الوضع الوبائي في ليبيا في تفاقم مستمر، خاصة في مدينتي طرابلس ومصراتة وكذلك الجنوب. ولفت النجار في تصريح نشره المركز إلى أن مشغلات الكشف عن فيروس كورونا تم توفيرها أمس، بعد أن شهد المركز اليومين الماضيين تكدسا في العينات المجمعة من مراكز الفرز. هذا وأضاف النجار أنه لم يتم الوصول بعد إلى تحليل العدد المطلوب من العينات، وأنه من المفترض إجراء 10,000 اختبار في اليوم، إلا أن ليبيا تجري ما يتراوح من 1,000 إلى 1,500 اختبار يوميا، مطالبا بالتركيز على مراكز العزل والعناية الفائقة وكذلك التوعية المجتمعية وبرنامج التواصل الصحي مع المواطنين. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 309 إصابات جديدة، 97 منها سجلت في مدينة طرابلس و90 في مصراتة. وكذلك أعلن المركز الوطني في بيانه اليومي تسجيل 6 حالات وفاة وعشر حالات شفاء، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 120. تفاصيل الوضع الوبائي وآخر الأرقام المسجلة بجائحة كورونا في البلاد من خلال التقرير التالي نتابع. وضع وبائي يزداد خطورة يوما بعد الآخر، مرحلة صعبة تمر بها ليبيا مع تزايد عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.
بات عداد المئات يظهر يوميا في بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي أعلن عن تسجيل 309 إصابات جديدة نتيجة تحاليل 1155 عينة، جاءت على إثرها 109 حالات جديدة و100 حالة لمخالطين. في تفاصيل الوضع الوبائي، تصدرت مدينة طرابلس العدد الأكبر من الحالات ب97 حالة، تليها مدينة مصراتة ب90 حالة، لتستمر هاتان المدينتان بتسجيل أكبر عدد من الإصابات في الفترة الأخيرة، بينما توزعت بقية الحالات على 15 مدينة ومنطقة أخرى، إلى جانب تسجيل حالات في بعض المناطق لأول مرة كالرقيبة وخليف. كذلك أعلن المركز تسجيل 10 حالات شفاء، 9 منها في مدينة طبرق وواحدة في بني وليد. بينما تشهد ليبيا تسارعاً كبيراً في ارتفاع وتيرة الإصابات، مع وصول الإجمالي إلى 5541 إصابة والوفيات إلى 120 حالة، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من المرافق الصحية وفرق الرصد والتقصي من نقص الإمكانيات والمستلزمات الخاصة لإجراء الفحوصات وتتبع الحالات المخالطة، تشتد أزمة المرحلة الحالية للجائحة التي قد تجعل الفيروس يخرج عن السيطرة ويسري في المجتمع، مع عدم تطبيق الإرشادات الوقائية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي التي تمثل السبيل الوحيد لمحاربة الوباء. أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ببلدية مصراتة دخول حالة جديدة مصابة بالفيروس إلى مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم 1 وخروج حالة من العزل، ليصبح إجمالي الإصابات داخل الجناح الأول للمركز 7 حالات. وأوضحت اللجنة في بيان أمس أن حالتين من السبع تتعالجان في القسم وخمس حالات في العناية، اثنتان منها في وضع حرج، مشيرة إلى انتظار نتائج فحوص 8 عينات قام بسحبها الجناح الثاني للمركز، منها 4 في حالة اشتباه، وأن إجمالي الحالات المصابة داخل الجناح 12 حالة. كما أكدت عدم استقبال المركز أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الأحد. أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المدينة. أضافت اللجنة في بيان لها أنها سحبت 14 عينة ظهرت نتائج 6 منها سالبة، بينما تأكدت إصابة 8 حالات منها 7 جديدة وواحدة مخالطة، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في طبرق إلى 74 حالة مؤكدة. سحب 14 عينة من 8 عينات موجبة، 7 جديدة وواحد مخالط، وكذلك سجلت حالة شفاء. طبعا 7 جديدة للموضوع خطير، لأن معناها في تفشي وانتشار طالما العينات تكون جديدة وليست مخالطة. إجمالي الحالات 74 حالة، الحالات المؤكدة من 9 شفاء و7 وفاة و58 ناشطة. 58 ناشطة من حالة خارجة على التنفس الصناعي، حالتين وضع متوسط وكبار في السن وكذلك حالة التنفس الصناعي، باقي الحالات هي بصحة جيدة جدا باقي الحالات. من جانبه عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بالخطابية مؤتمرا حول عملية تعقيم ورش مدينة طبرق بالتعاون مع عدد من الجهات. أوضح أبو الخطابية أنه بعد ازدياد عدد الحالات المصابة داخل طبرق تم التواصل مع الجهات المسؤولة لإرسال أسطول لرش وتعقيم البلدية، مشيرا إلى أنه وصل يوم الخميس وباشر أعمال رش وتطهير كافة المرافق الصحية والخدمية. حقيقة بذلوا مجهود كبير جدا في توزيع وطريقة وتكليف لهذا الأسطول بطريقة الرش في الأحياء والأماكن الحيوية التي تم التنسيق فيها مع السيد الدكتور فرج الجري، وقد لاحظ الهم قبل المهم في عملية الرش كما قام برش المعسكرات وتطهير الحجر الصحي والمسكن الطبي.
أعلن مستشفى بنت بي القروي مغادرة أحد المصابين بفيروس كورونا بعد شفائه، موضحا أن الأطباء قرروا إخراجه بعد إجرائه التحاليل اللازمة وظهرت النتائج سالبة. وكان المستشفى قد أعلن سابقا أن قسم العزل ورغم معاناته من نقص شديد في الإمكانيات ومن أهمها أسطوانة الأكسجين والوقود بسبب تواصل انقطاع التيار الكهربائي، إلا أنه يغطي عدة بلديات يتجاوز عدد سكانها 100,000 نسمة، وأن عدد الإصابات المسجلة داخل هذه البلديات يقارب 200 حالة. يعاني مختبر محلة جرمة من نقص الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لفرق الرصد والتقصي لأخذ العينات والمسحات الأنفية من الحالة المشتبه في إصابتها. وصرح آدم محمد أحد فني المختبرات بالمركز الصحي جرمة، صرح بأن الوضع الوبائي في المنطقة خطير جدا مقارنة بالإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى أن البطء في إجراء التحاليل ومعرفة نتائجها يسهم في نشر الوباء وزيادة عدد المخالطين بشكل كبير. كان فيه بطء لعدم توفر التحاليل مثلا في نفس اليوم أو في نفس الساعات اللي نأخذ فيها المسحات الأنفية، مما يزيد مثلا من الحالات ويزيد في حالة توسع المرض داخل نطاق البلدية. أي قبل ما يتم حصر المخالطين وقبل ما يتم حصر المرض في جهة معينة أو في رقعة معينة، نحن النتائج احيانا تجينا بعد يومين وبعد 3 ايام، يكون المرض قد زاد انتشر وزاد استفحل في المنطقه، كما اكتشفنا في الاونه الاخيره ان المرض زاد بنسب كبيره داخل المناطق. عقدت اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية لمكافحة فيروس كورونا بسرت اجتماعا موسعا أمس بقاعة الاجتماعات في مستشفى ابن سينا. الاجتماع تم خلاله التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود في مكافحة الوباء لما يشكله من خطر محدق يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والطارئة للوقاية منه. وقال رئيس اللجنة الإعلامية إن الاجتماع تم خلاله بحث الإمكانيات المتوفرة بأقسام العزل وإجراءات فرق الرصد والتقصي بسرت ومتابعة احتياجاتها بشكل عاجل. كما عقد وكيل ديوان بلدية الكفرة ساحت عبد الرسول اجتماعا ضم رؤساء لجان مكافحة كورونا ومديري وممثلي قطاع الصحة لمناقشة سير عمل اللجان المختصة في مجابهة الفيروس. واستعرض الاجتماع ما قدمه المجلس التسيري من دعم لهذه اللجان لأداء عملها، واستعداد المجلس المضي قدما في دعم كافة الجهود ووضع كل إمكانياته حفاظا على سلامة وصحة الأهالي. كذلك تم الاتفاق على إطلاق حملات للتعقيم واتخاذ خطوات بشأن الحجر والعزل الصحي في ضوء التطور الوبائي في البلدية. هذا وعقدت الغرفة المركزية بالخدمة الصحية بنغازي اجتماعا لمناقشة برامج التدريب حول سحب العينات وإجراء اختبارات الكشف عن كورونا. وقال فريق الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالغرفة المركزية، قال إن برامج التدريب ستقام خلال الفترة القادمة من خلال فني معمل كوفيد-19، وتستهدف فني المختبرات بفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بالخدمة الصحية بنغازي. من جانبه قام فريق الهلال الأحمر الليبي فرع الكفرة أمس بوضع ملصقات وإرشادات توضيحية على المحال التجارية والصيدليات والمخابز بالمدينة، وذلك لتوعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامات للوقاية من كورونا. هذه الخطوة تأتي استمرارا لحملات التوعية بالفيروس الذي يقوم بها الهلال الأحمر الليبي فرع الكفرة. دعت وزارة العمل والتأهيل المفوضة كافة موظفيها في ديوان الوزارة والجهات التابعة لها، دعتهم إلى التقيد بما ورد في قرار المجلس الرئاسي من حيث الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي بين الموظفين أثناء وجودهم بمكاتبهم. وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوة تأتي تماشيا مع الإرشادات والتوصيات الصحية الصادرة عن اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا وحفاظا على سلامة الموظفين. كما نبهت وزارة العمل كافة الجهات التابعة لها إلى أن تكون المراجعة من خلال المندوبين فقط مع ضرورة التزامهم بالتعليمات الاحترازية والوقائية.
وجهت اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية الواحات نداء للمدرسين والمدرسات ورياض الأطفال وأصحاب مراكز التدريب والذين يقومون بإعطاء دروس خصوصية للطلبة في بيوتهم بكل مدن الواحات جالو وأوجلا وشخر. دعتهم فيه إلى ضرورة التوقف عن ذلك وعدم مخالفة تعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، مشددة على أن صدور أي معلومات أو بلاغات بذلك ستؤدي إلى تعرضهم للمساءلة القانونية. تعمل الأجهزة الأمنية في مدينة سرت على تطبيق حظر التجول الذي أعلنت عنه اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ومخالفة كل من يكسر هذا الحظر. التقرير التالي يرصد ساعات حظر التجول في مدينة سرت، نتابع. هكذا يبدو المشهد في مدينة سرت أثناء حظر التجول المفروض من قبل اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا. الحركة تبدو قليلة باستثناء المصرح لهم، في حين تتم مخالفة كل من يتجول بسيارته خلال ساعات الحظر بسحب رخص القيادة ورخصة السيارة. أو مدة يومين باشرت مديرية أمن سرت في فرض حظر التجول بناء على تعليمات اللجنة العليا لكورونا وكذلك بناء على تعليمات السيد مدير الأمن. الأجهزة الصحية في مدينة سرت طالبت المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق حظر التجول بعد تسجيل المدينة عددا من الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة. طبعا ننصح أهلنا في مدينتنا الالتزام بالحظر واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد هذا الفيروس. طبعا حاليا تم تسجيل حالات مؤكدة في مدينة سرت، طبعا في ظل قلة الإمكانيات في مدينة سرت من أجهزة التحليل وأيضا المشغلات، فيكون الحل الوحيد والاحترازي هو الالتزام بساعات الحظر. اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا لجأت إلى فرض حظر التجول مجددا عقب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في محاولة منها للحد من انتشار الوباء. كشف المركز التخصصي التعليمي لطب وجراحة الفم والأسنان ببنغازي عن استلامه أمس شحنة مستلزمات طبية، وأشار المركز إلى أن هذه الشحنة قادمة من جهاز الإمداد الطبي وذلك بتعليمات مباشرة من وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب. وصلت إلى مركز البيضاء للأشعة التخصصية أمس أجهزة جديدة تم توريدها بدعم من وزارة الصحة بالحكومة الليبية. أوضح مدير عام المركز أحمد التريكي أن الأجهزة التي وصلت ذات جودة عالية وتمثلت في جهاز الأشعة المقطعية وجهاز الرنين المغناطيسي وثلاثة أجهزة للموجات فوق الصوتية وكذلك جهاز خاص بتصوير أمراض الثدي. صباح هذا اليوم استلمنا الأجهزة الخاصة بالمركز عن طريق الحكومة الليبية بدعم كامل من الحكومة الليبية وعن طريق وزارة الصحة تحديدا وعن طريق السيد المحترم نائب عن مدينة البيضاء السيد عبد المنصور الثابت. هذا المركز أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، والأجهزة التي تم استلامها هذا اليوم هو جهاز الأشعة المقطعية وجهاز الرنين المغناطيسي وعدد ثلاث أجهزة موجات فوق صوتية وجهاز الخاص بتصوير أمراض الثدي هو الماموغرام. هذا وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية البيضاء علي حسين تخصيص مقر لمركز الأشعة، مشيرا إلى أن البلدية ستسهم في تهيئته بالتعاون مع مدير المركز أحمد التريكي. جاء ذلك بعد وصول معدات التصوير الخاصة بمركز الأشعة بالبيضاء، حيث قال رئيس المركز إن هذه المعدات ستوفر على المواطنين عناء وتكلفة التصوير بأنواعه، وسيكون التصوير متاحا للجميع. من جانبه ثمن رئيس البلدية دور الحكومة الليبية بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص في تسهيل تنفيذ المشاريع العالقة بالبلدية. أعلن رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جمال عبد الشفيع الشروع في اتخاذ الخطوات الأولى لإجراء الانتخابات البلدية والمتمثلة في تشكيل اللجان الفرعية وتكثيف الحملات التوعوية والدعائية. رئيس اللجنة أكد على تعزيز الجانب التقني باللجنة تماشيا مع مبدأ التباعد الاجتماعي من حيث التسجيل الإلكتروني وتعقيم مراكز الاقتراع واعتماد المسافات الآمنة بين المقترعين بناء على توصية اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.
بداية نأمل من الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا. ونحن بدورنا كلجنة مركزية لانتخابات المجالس البلدية قمنا بتعزيز الجانب التقني تأكيدا على مبدأ التباعد الاجتماعي. وفي الفترة الحالية ستشهد انطلاق حملة توعوية وتثقيفية ودعائية تليها مرحلة تشكيل اللجان الفرعية وفتح باب التسجيل للناخبين، وسوف يكون التسجيل إلكترونيا لضمان عدم ازدحام المواطنين. أما مراكز الاقتراع وفي يوم الاقتراع سوف يتم تعقيمها قبل وبعد الاقتراع والحفاظ على المسافات الآمنة بين المخترعين وموظفي مراكز الاقتراع، وكل ذلك سيتم بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا. أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أمس أن عدد النازحين داخل ليبيا تجاوز 217,000 شخص، في حين عدا نحو 278,559 نازحا إلى ديارهم. وأوضحت المفوضية في بيان لها أن قرابة 1,300,000 شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء البلاد يعيشون في ظروف غير آمنة. وأضافت أنه يوجد في ليبيا أيضا 43,113 لاجئا وطالب لجوء مسجلين لديها، مؤكدة أن مسألة دعم النازحين واللاجئين هي أولوية قصوى، كما تعمل على توفير المأوى مواد الإغاثة الأساسية والمساعدة النقدية لهم. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد حدوث إطفاء تام، شركة الكهرباء تؤكد دخول 7 وحدات توليد على الشبكة. أهلا بكم مجددا. وجه مصرف ليبيا المركزي منشورا للمصارف التجارية بشأن توجيهاته للتعامل مع الظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا. وجاء في المنشور تعديل توقيت ساعات الدوام الرسمي بحيث يصبح من الساعة 9 صباحا وحتى 2 بعد الظهر، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية المتمثلة في التباعد الاجتماعي والعمل بالحد الأدنى من الموظفين، مع ضمان عدم تعطيل أو تأخير تقديم الخدمة المصرفية للزبائن، والعمل على إعداد خطط استمرارية العمل لتقديم الخدمة المالية، إلى جانب توفير الدفع الإلكتروني أمام المتعاملين. هذا كما أذن المصرف المركزي للمصارف بتعليق عمل الفروع بالمناطق التي تنتشر فيها الجائحة، وذلك بعد إخطاره والتشاور معه. بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق المكلف منصور مداوي مع مديري المصارف في المدينة إعادة فتحها مع ضمان التعامل الآمن في ظل تفشي وباء كورونا. بلدية طبرق وخلال اجتماعها أمس بحضور وكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني طالبت كافة الإدارات العامة للمصارف بتحسين خدمتها الإلكترونية لتقديم الخدمة المالية للمواطنين. ومن المقرر أن تفتح المصارف أبوابها يوم غد، وأن يتم تفعيل كل المنظومات التي من شأنها مساعدة المواطنين في إتمام معاملاتهم المالية بكل يسر بعيدا عن الازدحام والاختلاط تحسبا من انتشار الفيروس.
أعلنت شركة العامة للكهرباء اليوم البدء في بناء الشبكة الكهربائية ودخول 7 وحدات توليد على الشبكة، وهي الثالثة في محطة أوباري والأولى والثانية والثالثة والخامسة في محطة رويس والأولى في محطة مصراتة، إضافة إلى الوحدة الغازية الثانية في محطة الزاوية. وقالت الشركة إن العمل جار بوتيرة سريعة من أجل بناء الشبكة الكهربائية ودخول باقي الوحدات وتغذية المناطق كافة بالتيار الكهربائي. وكانت شركة العامة للكهرباء قد أعلنت ظهر اليوم حدوث إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي للبلاد. كما أعلنت الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية اليوم عودة الوحدة الغازية الثالثة بمحطة سرير للعمل على الشبكة من جديد بعد خروجها عن العمل عدة أيام بسبب عطل فني. كما أعلنت الهيئة عودة الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء شمال بنغازي على الشبكة من جديد بعد خروجها عن العمل. من جهتها أعلنت شركة العامة للكهرباء خروج الوحدة الثانية والخامسة بمحطة زويتينا. وصرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة بأن العمل جار على إرجاح الوحدة على الشبكة من جديد. قال المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء عوض البدري إن مشكلة العجز الحاصل بالشبكة الكهربائية في طريقها إلى الحل قريبا. البدري وفي مؤتمر صحفي عقده أمس في مدينة بنغازي أكد أن فني الشركة يتابعون تشغيل كافة المحطات وقدم اعتذاره للمواطنين عن الانقطاعات المتكررة. في الوقت الذي نطمن فيه الإخوة المواطنين بأن مشكلة العجز في الشبكة الكهربائية والذي طرأ وبدأ أول أيام العيد في طريقه بإذن الله إلى الحل قريبا عن طريق فني ومهندسي الشركة وبدعم كامل من الهيئة العامة للكهرباء، حيث تم تشكيل لجنة فنية لمتابعة كل المحطات، وفعلا قاموا هؤلاء المهندسين بالعمل ليل نهار لحل هذه المشكلة. نشكر كل هؤلاء المهندسين والفنيين المرابطين بمواقع الشركة المختلفة على مجهوداتهم الجبارة من أجل إيصال الكهرباء إلى المواطن الكريم دون انقطاع. وأخيرا وليس آخرا نعتذر عن الانقطاعات الخارجة عن إرادة الشركة. شرعت بلدية بنغازي أمس في تنفيذ مشروع فتح المسار ورصف ازدواج الطريق الدائري الخامس، بما في ذلك أعمال الإنارة والإشارات المرورية وكافة الأعمال المكملة للطريق، وذلك ابتداء من طريق العروبة وصولا إلى شارع جمال عبد الناصر طريق الهواري. الآن نعلن البداية الفعلية للمشروع هذا إن شاء الله، وهو واحد المشاريع المستهدفة من لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي. المشروع هذا باذن الله حيكون له مطلوب طيب على المدينه لرفع معاناه الازدحام والاختناقات المروريه. بفضل الله تم استكمال المشروع الدائري الرابع، والان في الاعمال التكميليه الدائري الرابع، والان بدايه فعليه الدائري الخامس. المشروع هذا طوله تقريبا 13 كيلو متر، يبدا من شارع الاستقلال اللي هو يسمى بشارع الهواري، وينتهي عند جزيره الطياره اللي هو شارع العروبه، مقسم على 6 مراحل، كل مرحله تم تكميل فيها شركه، وذلك الاسراع في تنفيذ العمل. العمل هو عباره عن رصف للمسار بحيث يكون الشارع كامل مزدوج، ايضا الاعمال التكميليه من جزر وسطيه والبرادورات، ايضا اعمال الاناره. فباذن الله المشروع هذا حيكمل خلال 4 شهور. عقد بمقر المجلس البلدي درنا اجتماع موسع بحضور مدير شركة الأشغال العامة ومدير جهاز الحرس البلدي درنا لمناقشة عدد من المشاريع الهادفة إلى تطوير البلدية كالطرق وشبكات تصريف المياه. وتطرق الاجتماع إلى آلية تكليف الشركات المستهدفة في تنفيذ مشاريع البلدية، إضافة إلى مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لمجابهة كورونا. استهدف الاجتماع عدة نقاط رئيسية ومن ضمنها جائحة كورونا والمشاريع المقبلة عليها مدينة درنا. وكان معنا كذلك مدير الغرفة الأمنية، رئيس الغرفة الأمنية مدينة درنا، ومدير أمن مدينة درنا للاطلاع على الأحوال المشاريع، وكذلك لتبيين الرؤى للجميع فيما يتعلق بهذه المشاريع التي تقدم التطور لمدينة درنا من ناحية الطرق، من ناحية صرف المياه الأمطار، صرف المياه الأمطار، وكذلك جميع ما يتعلق بالمواطن كعامة. تم التطرق إلى آلية
تكليف الشركات، شركة الأشغال العامة من ضمن الشركات المستهدفة بتنفيذ مشروعات لإعادة الاستقرار، ومن ضمنها شبكات الصرف الصحي بالدرجة الأولى وشبكات المياه تم الاتفاق عليها، وحيتم التعاقد مع الشركة في المرحلة في الأيام القادمة إن شاء الله. الإجراءات اللي خضيناها نحن كحرس بلدي اختراعات احذائية، لازم يلبس الكمامة، يلبس القفازات، الابتعاد، الزحمة، هذين كلهن وجهنا عليهن. تم قفل صلاة الأفراح والمناسبات متاعت شركيات الأفراح، حتى أن صلاة الأفراح بصفة عامة تم توجيه قافلهن وانذارات لهم بالكامل، والمحلات حتى أن تم توعيتهم وتم تنفيذ الحظر من الساعة 7 مساء للساعة 7 صباح. أوضحت بلدية زليتن أن سبب عدم وصول المياه إلى البلدية في الموعد المعلن عنه يعود إلى مشاكل فنية حدثت أثناء التشغيل في صمامات التدفق، الأمر الذي تطلب قفل الصمام الشرقي لإتمام عمليات الصيانة. وأكد مشرف قاطع السدادة بمنظومة النهر أنه تم فتح الصمام من جديد، وأن المياه ستصل في الساعات القادمة إذا استمرت عملية التشغيل دون أي مشاكل فنية. ننتقل الآن إلى سعر صرف الدينار الليبي مقابل بعض العملات العربية والأجنبية. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام نشرة الخامسة، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا يطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة. تسجيل 309 إصابات جديدة بكورونا وست حالات وفاة وعشر حالات شفاء. اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تشرع في الخطوات الأولى لإجراء الانتخابات. ختام النشرة، إلى اللقاء.